صوتك شبه مين يا عابد انت؟ ما بعرفش. لا والله صوتك المراد وحمود صوتهم شبه بعض قوي. لا مراد وبراء، مراد ولندر وبهاء. ولندر ولندر. لا لا انا بحس شو اسمه بهاء وغيث. يا ويلي غيث؟ لا يا عم ده غيث صوته كده تحس ايه يعني، واحد جاي عنده على كيف 10 سنين يا غيث، صوته كده يعني ايه كيوت. كيوت. انا قلت لك صوته ده صوتك كيوت يا غيث. نواح عم تلعبوا الجيم انتو؟ احنا طيب يلا مستنيين مستني لا مستنيين احنا كنا مستنيين حد رابع. ماشي كان هو ده اللي مستنيينه، وعامة ما جاش انت معانا اهو. لا اذا جاش ما في مشكلة، انا بروح بدرس يعني، انا هلا اخد استراحة من درسي يعني فاهم. والله اي والله خلاص بلعب معانا بقى لو اوكي انا حكفي بس تخلصوا قولوا لي. ماشي خلي بالك فاضل عدد كتير قوي حمود، انا مش شايف حد مش عارف ده بيقول ده فاضل بتاع 36 واحد مش خبين فين دول. الضرب بدأ في الفيلد. واحد ده إيه؟ واحد بالسيارة شايفه. لمحته هاي. ما تضيعش الرصاص عليه. بص ايوه اوبا نوك ده. لا ما نكش هو مش عارف الضرب جاي له منين. اكو عايش 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 ما تلاقي معاه زميله، ولا ممكن يكون زميله مات. اديك كل لو زميله مش عايش. مش هو انت بتضرب عليه؟ لا بضرب على عجل السيارة. اهو زميله عمل له فايف فلو. هم مش عارفين الضربة جاية لهم منين خلي بالك. بس هو بس بيقول لك ده مين اللي بيضرب علينا ده؟ فاكرين الضربة جاية من على يمينهم. شافك عم بايك عليك خلي بالك. لا تصدق مش شايفينك كل ده؟ لا لا مش شايفينك. لو مش شايفينك ما يجوش كده. هاي مشكلة السكوب من بعيد. ما كسبت واحد. نوك؟ لا بعد. ايوه بس. حد بيضرب عليك يا حمود. كل عايش. لا في رصاصة جت جنبك يتهيألي. لا لا مش جنبي. هي. مود انت ايش صار لك ما عم تلعب باللعبة؟ الزوم فايت عليك. الزوم فايت عليك. وسألك ما شاء الله لهلا باللعب اللي انت فيه. الله يحميك. لا حمود وحش يعني الصراحة. مخرب لهم الجيم. اي والله وحش حمود. حمود هاكر بدون هاك. بس تهالي في حد ضرب عليك رصاصة يا حمود. لا لا مش علي، هن الاثنين هذول ضربوا على الطاق. زون هيقفل في فيلد خلي بالك، او ممكن يقفل في ميليتي. ايه ميليتا؟ بيعجنوا بعض جنبك ده جنبك قوي ده. صار البك بتاع السلاح الشمال لما ادينا بضهرهم هم مش واخدين بالهم. اسمع صوت رجلك خلي بالك.
اه شفتهم؟ شفت فوقهم. اه سيبهم سيبهم انزلوا، هم مش شايفينها. شاف شفت شافك؟ اهدف نيد لو معاك. معاك نيد؟ معايا معايا. اديهم واحدة، هتجاريهم هتجاريهم من مكانهم. امسك سرقعك بقى وانزل تحت تحت تحت. قول لي زتني، قول لي زتني. اه بيرد عليك، انزل لهم في النفق تحت البيت. لا لا هن فوق يعني، اذا مسكوني فوق مش منيح. ايوه ايوه يمينك يمينك اهو، شفتهم اهو. هم مش شايفين، خلوا لا لا بيحسبوك مش جريد، بيحسبوك جريد. طلع لهم من على الشمال فوق. ايوه عاش 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 عاش، مش معاهم لوت حلو، خلي بالك بس دير معاهم بالك سنايبر. بقى. اه انا بقول لك حلو عاش. بس بدي 8 اكس. يلا فور فور. فوق انا فوق اشتغل. بلعب جيم سولو، لسه عامل كمين الاتنين عند دروب دلوقتي. عاش عاش يا عم. ايه كانوا معاهم عربية ولا على رجليهم؟ لا لا دول سولو، كل واحد لوحده، بس قتلت اتنين يعني. واحد خد الدروب قتلته، خدت اللي تاني معاه جاي، الدروب اللي معاه؟ واحد تاني كان جاي على الدروب رحت قتله. استنى شوية. عاش اه بس كان كار يعني، مش حاجة فشيخة. عاش. انا اعتقد حمود انت في مرحلة تخلي معاك الاكي احسن من الكار، الكار ملوش لازمة دلوقتي. لا لا معايا الام 16. معاك الام 16؟ اه ماشي. والله اصلاح محترم الام 16 ده، بس يا رب ما خربوه. شكله ايه هودع ايه ده؟ لا 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 يا عم معاك، لسه معاك ال، حط اكس واجري. بعد الزوم. ما بعد انت المبا القديمة عم؟ لا الجديدة. اه بالتجزمة المبا الجديدة دي. المشكلة ان انا كان معايا عربية وسبتها عشان اروح اضرب، معرفش اه هعرف ارجع لها تاني ولا لا، بقى ربنا يستر. انت ايه انت اللزوم جاي عليك؟ الزوم بعيد فشخ عني اصلا. اه طلعت اه يا لقيت شيخي. لقيت العربية الحمد لله، غير العربية كان زماني جثة هامدة لو ما كنتش اه اخدها. زون بعيد فشخ اصلا، اه انزل وده ومدك يا عم. اه ده تاني زون والله بيلسع الزون التاني ده، بيبقى الدمج بتاعه ابن جزمة. اشرب يا معلم، اشرب وهب بنفسك. اشرب عشان يبيع، قول لي بيعك. هيقفل في حتة وحشة الزون ده حمود، هيقفل في هي فيلم. اساسا لسه يعني لسه وحتة وحشة. اه بس ده في ياما يعني، في 17 واحد غيرك. فين هاي دول؟ بضرب علي يعني. اه بقول لك في حد شايفك نقرك. منين ده؟ على يمين. هذا هاك اللي بضرب. اه عايش يا حمود، عايش وحش يا حمود. آه. شوف كده أأمن على اللي كان بيضرب عليك، بس لو معاه ام فوق خده حمود احسن ما كار، لان المنطقة ضيقت خلاص. لا الام فوق ينفعك في المساحات الضيقة. لا لا خلاص او اه لا خلاص على فوق. ايه ده يا عم انت اللي بتتضرب عم؟ لا انا بتفشخ مش بتضرب. نوك نوك عاش.
ايوه عاش يا حمود عاش. الجيم ده انا متمتع بيه الصراحه، ما بلعبش فيه موت اه بس متمتع بيه. يبقى عرفنا السر في المشروبات يا حمود، كل ما تاخد مشروبات اكتر كل ما عشان كده شبك بيدور على مشروبات كل ما ننزل. يقعد يقول لك اللي معاه مشروب اديني. زون قفل قفلة وحشة. خش البروكسي البروكسي تلاقي ناس بالهبل فيه. انا شو خايف؟ خليك من ورا الصخرة. ده لسه في 7 غيرك. هتلاقي البروكسي ده في 2 اقل حاجة، والبيت ده في 2 اقل حاجة. حمود بنبطح واصحى في حمود في على شمالك لا عشان الزوم ما يفوتكش. خلي بالك نزل زميله وقع نوك. بس خليك جوه ولا اوعى تطلع. واحد على يمينك، واحد على يمينك. قدام ايوه جنب بعد الجوار. خليك مركز. طب مع ده جبل نزل خش البوكسي. بس شفت اعمل بريست السلاح، اعمله بريست. لا ما انا هستنى هذول بيطلع. بريست بقول لك، بريست الام 16 بريست سنجل اسرع يعني، بتحكم فيه اهون. سنجل اتحكم فيه ماشي. لا ما تروش. انا في واحد بص يعني ماشي كده على يمينك مش عارف فين. دخل البراكسي الزونة يقتله، الزونة يقتله. ماتوا اهو ما شفتهم. عاش فاضل لك 3. دول اخر 2 دول؟ ماتوا الـ3. هيعملوا لي فلان. هم نزلوا ايه؟ نزلوا واحد نزل نوك، ما صاحبه بيعمل له ميديك اكيد. ريفايف اهو واك. مبايك عليك، مبايك عليك. اخرى نوك. خلاص كده يبقى في واحد لسه ما تعملوش ريفايف. حلو كده حلو. واو عاش. انا الجيم ده ما لعبتش فيه بس اتكيفت الصراحه حمود، عجبني حبيبي.